نشأت شو رأيك تقعد هون على الطاولة وتستنى الأستاذ عارف ليجي؟ هيك قلتي؟ ايه بقعد حاكي متكسر ورجلي أنا شو سوسة؟ نعم أستاذ. ما تصغري كاسة مي باردة. ايه على عيني. لك أوينك أنت؟ قوم. شبك فات علي مثل الصاروخ. شو في؟ ياسين عم يدور عليك، قالب الدنيا فوقاني تحتاني. تفضل أستاذ. هنيان الله يهنيك. يلا امشي استنى لأشرب كاسة مي أنا التاني. هلا وقت المياه يا امشي. حال ايوه عفارم عليك. ايه لك حليم خليك مكانك. يا سلام هلأ بلش العد التنازلي. لا يوقف يا سيدي يا سيدي لا يوقف يا سيدي يا زباين يا هيثم زباين، وهذا كله لصالحنا، قصدي لصالح المستثمرين. الله يزيدهم. يا اهلا وسهلا. شوف نشاك، احنا ما بتعرف الا عليك انت. اخذنا المصاري. ايدك عن رقبتي، خليني اعرف جنبك. يلا خلص الموضوع الثاني مثل هذا يا سيد. شبه يا سيد. يا سيد ما له علاقة بحجز الشاليهة. يا بإمكانك تروحي لعند الآنسة ليلى وتقولي لها نشأت بيسلم عليك وهي راح تدبر لك أحسن شاليه. شوف نشأت، أنا طلعت عيوني بالطول بالعرض سمتها المصاري، بدي يسرقني يبلبس عيونها التنتين. عفواً يا أخ، أنت كام يوم بدك عنا بالمنتجع؟ أنا عود وأنا منتجع بدنا الأرباح اللي وعدتونا فيها ولا؟ فهمت عليك يا سيد، شو شايفني حامل؟ شو دخلنا باللي حامله؟ الله لا يوجه لك خير يا ياسين، وين ما رحت وجيت؟ نشأة؟ تاري هدول مو زباين، هدول المستثمرين هدول. الله يستر، دستور يا جماعة، دستور. بعدونا طريق يا جماعة، بالواحد رح يخلو حرام، بالواحد رح ياخذ حقه. طولوا بالكم يا جماعة، طولوني بالكم، بالواحد رح ياخذ حقه على دوس بارا، بس طولوني بالكم شوي. مثل ما قالكم الاستاذ هيثم، طولوا بالكم وحقكم حيصلكم على دوس بارا. بلش يا اختي بدك طولي بالك، ومثل ما قالك الاستاذ هيثم حقك حيصلك على دوس بارا. لك وين رحتي؟ الو
من 16 ل 14 حوي. الهدف دخل البنك. الحاجة ترش فيه هلا بتجي. ليش تأخرت؟ قديش صار؟ أهلين بالأستاذ ياسين. مرحبا يا أخت. ممكن تعطينا حساب الأستاذ ياسين اللي خبرتك عنه قبل شوي؟ مو تكرم عينك؟ إذا ممكن الهوية. ياسين أعطيه الهوية. تفضل. شو استاذ مو مثل عوايدك ما عم تحكي؟ ايه هو حلو عم يجعو وكمان درسه عم يجعو. معناتها بكل الحساب كله. ايه الحساب كله اذا بتريدي وبسرعه. عن اذنكم دقيقه. تفضلي. وين يا لا تكون كشفت ورايحه تخبر الشرطه. اضبطي اعصابك لا تشنجي خلاص ما في شيء اعملي حالك مو درياني. مرحبا استاذ ياسين. ألين الحقيقه من وقت ما خبرني مساعدك استاذ ياسين اعطيت تعليماتي للخزينه مشان يطبقوا لك الطلبيه. طبقتوا قصدي طبقتوا المصاري استاذ؟ جاهزه بس معكم سياره؟ مو مشكله السياره قصدي معنا معنا. تفضل استاذ اشعار صار جاهز. شرفوا معي تفضلوا مشان تقبض. شرف. امشي امشي لك امشي لك امشي لا تطولوا بالكم حبيباتي انتو تسلموا لي عينكم انتو مزوقين مو بايدكم مزوقين على مهلكم على مهلكم لك يا عبد الرياق شو بطلتوا ما بطلتوا طولوا حسنان بايستان لك انا نشهد تواقفني هالوافي هالي لك شو نشهد مشهد شايفك متنشي تفتن شاية لك وينكم وينكم فهموا علي هلا الاستاذ عارف البنك راح يجيب مصاري هلا بيجي بيعطيكم ياها شو حاجة تسير قول عني قد المصاري رولتك 3 ملايين ونص يعني مبلغ مو علي وين رايح وين وين بدي اسنوتك اتقع اسنوتك اسنوت معنا المهم يجي الاستاذ عارف يريحنا من هالشغلة ماني فاتح وعيبتحوا الباب ما رح خليل افتحوا فوش شليلا ما رح اعطيكوا شيء رح تاخدوا كل شيء لك شو الناس يسوقوا على حالهم يستنوا لهم شوي اذا انتوا جارين انا اقدر وف ل 18 حول عارف هلا دخل البنك أتيت هلا يا عم شو جاب ياسين لهون الو الو 12 ل 18 حول هل تسمعني؟ لك احمد وين بدنا نروح اخي انا بطلت فضحتينا هلا من اي تاكسي نمشي طيب والذهبات؟ هلا رايحين على سوق الصاغه تاكس انت متاكد انه الاستاذ ياسين بعدك تسحب المصاري؟ طبعا وحضرتك شفت الوكاله واذا بدك تتاكد اكثر فيك تتصل فيه وهو بيقول لك بس الاستاذ ياسين من لحظه كان هون وسحب رصيده كله
بالكامل. سحب رصيده كله؟ ايه، وبالعلامة كان معه مساعده الجديد. معناتها خاطرك. خاطرك استاذ. مع السلامة. مع السلامة. خير استاذ؟ شوفوا الاستاذ عارف؟ ما بعرف، بس اكيد هذا ياسين بعد ما بعته يقبض المصاري اجا على باله انه يجي يسحب رصيده بالكامل. شي حلو حلو، خليك متابع الاحداث. دخلك وعارف. عارف طلع من البنك وركب سيارته. فتح لي عيونك منيح وتابع. ليش دخل عارف على البنك؟ وهذا ياسين شو دخله لهنيك؟ الو، حدد موقعك، حدد هدفك. أتو تلاف. شلوني معي؟ تمام التمام. يلا رديت معي فيني. لا خلص مش الحال. بس وينك؟ وكمالة حصتي؟ علينا نالك بالشام. شو عليه؟ بالشام بالشام. لا تاخذ النفس غير. من 16 إلى 14 حوي. مين هدفك يا 16؟ أستاذ ياسين. قصدك ياسمين وأخوها؟ ما بعرف، شغل ملخبطة. نفذ الخطة بحذافيرها يا ابني. طولوا بالكم انتو مزوقين، انتو تستموني. ايه انا مهلكم. يا اخي طولوا بالكم، انتو الدنيا تشبكم. شو نحن هربانين؟ كل شي بيسحلكم. ايه 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 حاطي. لك اخليكم الاوادم. يا ابني ابن اسمكم خليكم الاوادم. البنك ما عم يجاوب، مشغول على طول على طول. يا سيد انا من رايي انك تروح لبرا وتقول انه يطولوا بالهم شوي، يطولوا بالهم شوي. هلا بيجي الاستاذ عارف من الفند وبيربك بروقه. انا عندي اقتراح. تقريبك شو هو اقتراح؟ مين معك دفتر شيكات؟ معي. بتعطي لك المستثمر شيك المبلغ اللي هو بده. ايه حلو 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 يا سيد، هذا رايي كثير صائب وحلو. دفتر الشيكات ما في غير ثلاث شيكات. عم تقول بعيان ما غير ثلاث شيكات؟ لك حتى على لا شدني، انا نشأت وانا هيثم نائب المدير العام. انا وزنك. لك يا اخي طولوا بالكم، كل واحد بيصلح حقه. لك طول بالك انت بطبوس. بعرفك بطلع بس. لك دادا استاذ تشعر الله يوفقك، دبر لنا شي حل. ناخ معناتها ما في حل. اخ اخ وينك يا ابو مروان؟ تجي وتورجينا عضلاتك كيف عم تقنع المستثمرين. اخ اخ يا ابو مروان اخ. تعبتني، وين غبطوا مع غبطهم؟ لقوا انفسوا. ايه مشك 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 يا سيدي. يلا فرجونا قوتكم بقى. ها
عليكم. بعيد الحج. شو؟ تعال يا أخي، طولوا بالكم طولوا بالكم. بما أنه عارف تتأخر لهلا ما رجع، رح أبطل بشك لهيثم بيصل على البنك بيصرفه وبيرجع بيزرعه. طيب وبدل أنا ورايح لقيت أستاذ عارف جايب المصاري من البنك، بيكون أحسن. زيادة الخير خير. هل قانوني لا غبار علي؟ سيك هيثم، الله يرضى عليك، بتصل على البنك بتصرفه وبترجع بسرعة لبين ما نشوف شو صار مع الأستاذ عارف وشو صار بالمصاري اللي كانت بالصندوق. ليش المصاري اللي بالصندوق طاروا؟ قصة طويلة بعدين بحكي لك يا خلصني القوض بسرعة. يا لطيف يا لطيف. لك وين رايح؟ لك الباب. لك شو تطلع من الباب؟ الباب حاطين فوق وراء أغراض، اهربوا من الشباك اذا فتح الباب بموتونا. قلت لهم دخلوا. طولوا بالكم. لك يا اختي رح تصلي لحقك وانت رح تاخذ حقك وفوق حبة نسك. طولوا بالكم. شو صار بعيني؟ حتى الشرطه حتى مشغول. اخي اخي ياسين، انا راح روح جيب الشرطه. اي دخيلك قبل ما يهبطوا المنتجع فوق راسي. ولا يهمك. بسرعه استاذ نجحان. طولوا بالكم طولوا بالكم. ما رح امشي وين هذا المصاري. أهلين أستاذ هيثم. ممكن تصرفي لي هالشي؟ على عيني، تكرم عينك. هلا كله رح يقبض، حتى أهل الحارة كلهم رح يقبضوا، بس روقونا روقونا. أنت بالأول، أنت. يو طول بالك. أستاذ هيثم. نعم. هذا الشيك ما له رصيد. نعم. إيه؟ طولوا بالكم، طولوا بالكم. طولوا بالكم، يمكن في خطأ، يمكن في خطأ. تأكدتي من الموضوع؟ أكدت أستاذ هيثم، ما له رصيد أبداً. معقولة ما له رصيد؟ بحسن لاقي عندكم التليفون؟ يا تكرم عينك، تفضل. يلا، لحظة لحظة بس. صريات مي بدي اياهم. لك على راسي انت وامك، رح يصلوكم بفريقكم باسرع ما يمكن اليوم. طول بالك يا اخي، على راسي اليوم اليوم اليوم. على نافوخي. حاضر يا سيدي حاضر، بتامروا عمر. استاذ ياسين؟ استاذ ياسين تليفون لحضرتك، تفضل. مين؟ هيثم. اهلين هيثم. شو؟ مالي رصيد بالبنك. لا ضع الخط يعدم لي اياك وذا الوقت ولدها. هذه سي. ايوه
بتدبر معك يعني هيك؟ استاذ هيثم بنصحك اذا بايع شيء لياسين رجع له هالشيء. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، يلي وقع لك هالشيء اجى قبل ساعتين وقبض كل الرصيد. شو عم تقولي؟ مثل ما عم اقول لك قبض كل الرصيد. انا وياسين كنا بالمنتجع هلا هني تركته. من ساعتين قبضناه الرصيد. ما قلت لكم طولوا بالكم، طولوا بالكم، تبعدوا لي هيك ردكم هيك شوي. ايه ايه حاولي. انتباه انتباه، مرحبا يا اولاد حارتي الاكارم، اذا اكيد بدكم فلوسكم ترجع لكم اطلعوا لبرا واستنوا قدام التراس. منين طلعت لنا انت الثاني؟ الله يسامحك الله يسامحك، بعدين بتعرف. رجاء يا ساده يا كرام اعملوا مثل ما قلت لكم. أنسة ليلى خدي من إيدي، وين بلاقي لياسين؟ بمكتبه، المسكين مغمى عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. يا أستاذ نشأت آه. طولي بالك يا أستاذ ياسين، خير كله خير. أموال هالمساكين اللي مساهمين حقوقهم وين بدها تروح؟ بسيطة بسيطة، أكيد في سوء تفاهم. آخر سوء تفاهم خير. شو ياسين شو؟ وينك يا عبد مروان وينك هلا؟ ليك دي قدامك ياسين ليكني. آخ يا عبد مروان ماني عرفان شو بدي ساوي. هانت أخي ياسين هانت. شلون هانت يا عبد مروان؟ ها هات شوف شغلة بتحط العقل بالكف، انه مصاري كانوا بالصندوق، شو طالع هون؟ مين؟ ليكون الاستاذ عارف. له يا رجل، ايه انا اذا بشوفه بعيني ما بصدق. مسكين مسكين هالعارف، ابصر شو صاير معه. الاستاذ ياسين بعته من الصبح ولهلأ ما رجع. لوين بعته سيد ياسين؟ عالبنك. ليكون راح على الشام. شو عرفان؟ لا بس يعني بجوز اجا تليفون من مكتبه بالشام قام اضطر يروح. استاذ ياسين. نعم. يعني ما نخسر شيء، خلينا نتصل بمكتبه بالشام ولانه حتى نتاكد. معك هات ايدك ابوه. خذ يا اخي خذ. يا حبيبي خذ. على اقل من مهلك. على مهلك على مهلك. مهلك. يا لي انا. يلا يلا استاذ ياسين، قديش رقم هاتفه بالمكتب تبعه بالشام؟ لحظة. 4-4-4. لك حتى رقمه مفشكل مثل رمز النفير العام تبع حرب 47. الو الو الو، مرحبا، دقيقة إن سمحتي. تفضل يا استاذ ياسين. شكرا. الو انا ياسين، مو انت الانسه صفاء؟ صفاء ومين بتكون صفاء؟ لك مو انت سكرتيرة الاستاذ عاري؟ شبنا شو نسيتيني؟ نسيتي صوتي؟ انت شو الرقم اللي طالبه؟ 4-4-4. طيب اعطيني الاستاذ عارف. الرقم مزبوط بس ما عنا هيك اسم هون. طيب سؤال اذا سمحتي، هوني عندك مكتب شو؟ مكتب هون معرض للادوات الطبية يا استاذ. طيب شو العنوان؟ وين؟ ايه ايه لعم نفس العنوان يا استاذ. ماني فاضية اخذ واعطي معك. طيب سؤال اخير اذا سمحتي، اللوحة النحاسية يلي محطوطة على الباب شو مكتوب عليها؟ لا في لوحة ولا في شيء.
استنوني هون، شو بقى عليك يا ياسين؟ شبك انت التاني؟ شو بني ما هيك؟ بس لم تعطيني شيك بدون رصيد. هلا لا تاخذنا بالهيلمة، احكي لي شو صار معك. دك اللي بدي افهمه انا، كيف رحت على البنك ورجعت لك وانا وياك قاعدين هون؟ هلو، ايه موجود هون، حاضر. تليفون إلك عبد مروان. وعيك. ألو نعم. شو هالحكي؟ جاي فورا. شو عبد مروان؟ شو القصة؟ ياسين خليك مطرحك ولا تتحلك بنوب. خلاص أنا تلفت أعصابي يا جماعة. يا حضرة الضابط، ضحكوا علينا وسرقونا. مين اللي سرقك؟ ياسين وعصابته. ياسين وعصابته. الله وكيلك يا حضرة الضابط، بعت حنتي وفتيلتي، حطيناهم هذا مع حدا الحرامي ياسين، الله لا يبارك له. يا شرطي أسامة. حاضر سيدي. عمل لي قائمة بأسماء المتضررين وخليهم يوقعوا عليها لبين ما أشوف شو قصة ياسين وعصابته. بدنا نحن شغالين، ما أعطانا حقنا وبدنا نقيد لك أساميهم واحد واحد. جماعتي كلهم بيعرفون. تعرفوا؟ معظم كلنا تيدي واحد واحد. خليه يكتب لك اسماء ونشوف شغلك. حال ايه حضرة الضابط؟ صار طولي بالك يا اخي. شو مفكر بهالبلد ما في قانون؟ يا حضرة الضابط، رحنا معهم على البنك، عم طلع ما له رصيد، وهلا هون عم يقولوا انه مفلسين، بدنا مصارينا. وانت هدا، حقك رح يرجع لك. اخذنا المصاري من يا اهلي وسهلين. ياسين وينه هلا؟ بمكتبه. ممكن تقصي فيه؟ ما لنا غير حضرة الضابط. طولوا بالكم، طولوا بالكم، حقكم رح يرجع لكم. شو عم تقولي؟ الشرطة؟ الشرطة؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. خليهم يفوتوا لهون. شو عم تقولي يا زين؟ شو عم تقول؟ شو؟ قلن نحن طالعين لعندهم. ايوه، ولا قلك نحن طالعين لعندهم. ايه ايه احسن، مشان نفلف الموضوع ما يكسرنش. يلا يلا بسرعة امشوا. بس شلون بدي اروح وعبد مروان قال لي ما اتحرك من مطرحي؟ بلا ابو مروان بلا. ياسين حبيبي ياسين، استريح اعصابك، هدي حالك. ايوه، وعلى قد السؤال بتجاوب، فهمت؟ شلون يعني؟ يعني بدون ما تورط حالك بمشاكل مالك فيها، ما هيك استاذ نشأة؟ مزبوط، تفضل. يلا يلا شرف. تفضل شرف استاذ. تفضل ياسينو. نعم. يا ريتني انا ضلني هون، بلكي جانا شي تليفون مهم من استاذ عارف او من ابو مروان. لا حبيبي، رجلي على رجلك. لكان ليش اسمك مساعده؟ انا مساعده بس وقت مشاكله. امشي امشي. شرف استاذ نشأة. هيثم. نعم. الله يرضى عليك، نط جيب لي عبد مروان وارجع بسرعه لهون. يلا شرف. شو القصة حضرة الحكومة؟ أهلين ياسين. أهلين فيك. شو القصة يلي طلع لي فيها اليوم؟ أنا قصة سيدي؟ إيه ما صدقنا إلا وانكمشت عصابة السرقة. تعرف في عصابة تانية ومن نوع جديد. الله وكيلك أنا. تفضل حضرة الضابط. المحامي نشأة قضايا محاكم مدنية جنائية شرعية. اتشرفنا. بس شو مكتوب هون آخر شيء؟ حصر حصر الارث، هي اللي انا فالح فيها ومتمكن منها. حضرة الضابط، ممكن نطلع لبرات المنتجع
بزاوية هيك حاد عن نحكي منشان بس ما نسوي ضوضاء بالمنتجع. ممكن تفضلوا. شرف شرف. تفضل يا سيدي. ناجي. ايه معلم. انت متأكد انه الشرطة وصلت؟ شفت بعيني معلم. وشو على رتبة بيناتهم؟ على ما اظن نقيب. انا لو لساتني بسلك الشرطة كنت هلا عميد يا خانوم. امشي قدامي. ابو مروان. نعم. دير بالك على حالك. حاضر. ابو مروان. لك نعم. نشف لي وشي. ايه. الله معك. تعال هون انت الثاني. حاضر يا معلمتي. بتروح بتجيب لي ثلاث وجبات شوربة عدس وثلاث وجبات حلاوة مشان فوت كمل شغلي. شو ثلاثة عدس ثلاثة حلاوة. يلا تيسر انت الثاني. وبعدين هاي هي القصة كلها يا حضرة الضابط من أولها لآخرها. الحقيقة أنا مالي عرفان شو بدي ساوي. شوف يا ياسين، مصاري الناس ما هي لعبة بإيديك. بدك تدبر حالك. شلون بدي دبر حالي ياسين؟ أنا لازم أفكر لك بحل قانوني يرضي كل الأطراف. ليك نعم. معك مهلي 24 ساعة وبعدها بدي اضطر طبق بحقك الإجراءات القانونية. مرحبا يا جماعة، خير؟ شو في؟ ومين حضرة الأخ؟ هذا أبو مروان مسؤول الأمن. مسؤول الأمن؟ إيه نعم، زميلك بسلك الشرطة سابقا. إيه أبو مروان كان بسلك الشرطة وتقاعد، هيك هو قال. يا ياسين، أنت مسجل الأخ أبو مروان عنا بالمخفر؟ لا، هو مسؤول أمن هون بالمنتجع تبعي. قانونيا بحق لكل منشأة إن توظف مسؤول أمن خاص فيها، وطبعا بعد أخذ موافقة السلطات المختصة. وحضرة ياسين، ليش ما أنك مسجل عند السلطات المختصة؟ الحقيقة أنا ما خليته يسجلني. وليش ما خليته يسجلك؟ ما بخبي عنك، أنا مقدم ورائي للشي آي آي وخفت سافر ويزعل مني ياسين. حضرة الضابط، أبو مروان إذا شاف الدبانة لازم يعرف وين راحت ولوين. ما هيك أخي ياسين؟ بلا، بس هو يلي كمش وكشف عيده عصابته. وكيف ما ضبط اللي سرقوا حسابك من البنك ومن خزانة الحديد؟ ومين قال لك اني ما زبطتهم؟ اخي ام مروان اتركنا شوي خلينا نعرف نتفاهم مع حضرة الضابط. ايه انو تفاهم؟ حضرة الضابط امشي معي واستلم يلي زبطتهم وبالجرم المشهود. مين هني ام مروان؟ الحقوني وشوفوهم بعيونكم. تارك مهين لك يا أبو مروان. لكن خي هيثم، لكن هاي خلاصة خبرتي. حتما دارسها من أيام الشرطة. لا، هاي من أخذت السندليفو وترفعت للسندليفو دو. وشو هاي السندليفو دو؟ حق معك حق معك، هاي بدك تقول كستابو على الطريقة الفرنساوية. وشو هاي كمان كستابو؟ لك أخي زينة غريز، سلام بدي فهمك ياه وشبه لك ياه. إيه هاي بدك تقول مثل التحضيري. أيوة يلي بعد الحيطانة مو هيك؟ عرفت لحالة. استنوا دقيقة شوي بالله سمحتوا. شو في؟ ليش هيك صاير كسبر يا مروان؟ يلي سرقوا مصاري المساهمين وسرقوا ياسين بين ايدين العدالة سيدي. شو هالحكي اللي عم تحكيه ابو مروان؟ شرف سيدي شرف.
شو جاب احمد لهون؟ لك ليك التاني، لك لابس لبسك على المظبوط. الله لا يوفقك يا احمد على هالبلوه. العمى لك هي ياسمين، منين جايبه لبسي؟ هي هي اللي ادعت ان اختك. شو هذه اللي بايدك ابو مروان؟ هدول محاضر التحقيق سيدي النقيب. بس شايفون انا اوراق رسميه وبتخص الشرطه. ولو سيدي النقيب، شو نسيت اني شرطي متقاعد؟ بس الاوراق الرسميه ما زالت قيد التداول يا ابو مروان. انا من بعد ما طلعت على التقاعد اخذت دفترين كاملين بالضبوطه. وليكن نفعوا. يا شرطي اسامه. حاضر سيدي. القي القبض على ابو مروان. لا يمكن عم تمزح. ما إلها ما عم امزح. لك ليش عم تكلبشني؟ اولا لإدعائك انك رجل امن دون اخذ ترخيص من السلطات المختصه. ثانيا القائك القبض على اشخاص بصوره شخصيه دون اخذ موافقه السلطات المختصه. ثالثا حيازتك اوراق رسميه ما زالت قيد التداول. هذا عوض ما تشكرني، لاني كمشتك عصابي عم تضر بمصلحه المواطنين وعم تسرق مصاريهم. مين حضرتك؟ انا مرته لابو مروان. خير؟ شو ما عجبك شكلي؟ سياده النقيب لازم تمسكوا ام مروان قبل ابو مروان. حضره الضابط، شو رايك نلف الموضوع طالما انه مصاري المساهمين رجعت ونعرفوا المتسببين؟ بسرعه هيثم عجل. لك شبك بصلتك محروقه، شو بدك؟ بدي الحق اوصل لحارتي على ضوء على بكير. طيب شو المطلوب مني؟ يا ريت هيثم تطلع تقملي هالنقطه. لك مو هاي؟ هاي؟ لا هديك اللي لحالها. تقصد هاي؟ ايوه. خد خده. فعلا انا مثل مو مكتوب وازول. يا راني شكا يا زي. Siento. Siento.